صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل بنو إسرائيل هم اليهود أم أن هناك فرق بينهم؟ بنو إسرائيل منهم اليهود، اليهود من بني إسرائيل، هناك يهود ليسوا من بني إسرائيل داخلين في اليهودية وهم ليسوا من بني إسرائيل، كما أن هناك نصارى ليسوا من بني إسرائيل داخلون في النصرانية، لكن أصل اليهود هم بنو إسرائيل. نعم، ومن دان بدينهم فهو يهودي تابع لهم. نعم.